Geox. Amphibiox. Volkswagen. مساء الخير لجميع متابعين طقس العرب، وكل عام وانتم بخير بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، وان شاء الله تكون سنة خير على جميع الإخوان وجميع المتابعين. طبعا نود الحديث في هذا الفيديو بتفاصيل أكثر عن حالة الجوية المتوقعة في المملكة خلال الأسابيع القادمة من يناير. طبعا كما لاحظنا يعني حاليا كما نشاهد يتمركز مرتفع شرق الأطلسي، هذا المرتفع يعني كما نلاحظ يدفع بالكتل الهوائية الباردة والقطبية لمنطقة وسط المتوسط، فبالتالي المملكة بعيدا عن تأثيرات هذه الكتل الباردة، فلذلك نلاحظ هذا الأسبوع الأول من يناير أجواء في الغالب أكثر استقرارا من الأسابيع الماضية. كما نلاحظ يعني هناك لا يوجد منخفضات جوية قوية خلال الأسبوع الأول من يناير، على العكس الأجواء في معظم الأيام كانت مستقرة وستكون مستقرة خلال الأيام القادمة، لكن مع أجواء باردة عموما وفرصة لبعض الأمطار الخفيفة يوم الثلاثاء والأربعاء. لكن كما نلاحظ عند الانتقال إلى الأسبوع الثاني من يناير، الفترة ما بين 7 وحتى 14 يناير، يتوقع أن يتحرك كما نشاهد المرتفع إلى غرب القارة الأوروبية. هذه المناطق يعني سيسيطر عليها مرتفع جوي بحسب التوقعات، كما نشاهد سيعمل على تدفق كتل هوائية باردة وقطبية إلى منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ثم باتجاه شرق المتوسط بما فيها طبعا المملكة. طبعا بحسب التحديثات الأخيرة والدردينة في طقس العرب، المملكة تعتبر على أطراف هذه الكتل القطبية المتوقعة خلال الأسبوع الثاني من يناير، ونراقب في طقس العرب طريقة تحركها. لكن يعني هناك فرصة جيدة حقيقة لتساقط الثلوج خلال الأسبوع الثاني من يناير على أجزاء مختلفة من بلاد الشام والأردن. طبعا سنضعكم بتفاصيل أكثر لهذه الحالة الجوية عند اقتراب المدة إن شاء الله. بالانتقال للأسبوع الثالث كما نلاحظ استمرار تمركز هذا المرتفع الجوي على عموم القارة الأوروبية، أيضا يعني هذا الأمر سيعمل على تهيئ الفرصة للمزيد من الكتل الهوائية الباردة والشديدة البرود ربما بالاندفاع لمنطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، أيضا بما في ذلك طبعا كما ذكرنا سابقا المملكة. إذا كملخص سريع يعني للأحوال الجوية المتوقعة في المملكة خلال الفترة القادمة، كما لاحظنا أسبوع مستقر الأسبوع الأول في المملكة بفعل يعني بتواجد الكتل الهوائية بعيدا عن أجواء المملكة. خلال الأسبوع الثاني والثالث سيندفع المرتفع الجوي إلى مناطق هامة في القارة الأوروبية، غرب القارة الأوروبية، سيعمل بإذن الله تعالى بعد الثامن من يناير وحتى فترة الأسبوع الثاني والثالث بشكل عام من يناير، مما سيعمل على اندفاع إن شاء الله كتل هوائية قطبية ربما باتجاه منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط والأردن، مما سيعمل على ازدياد فرص تساقط الأمطار والثلوج خلال الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث من يناير من العام 2017. طبعا لمعرفة كافة التفاصيل والمزيد من التفاصيل عن الحالة الجوية تابعونا خلال الأيام القادمة. لا تنسوا دائما تحميل تطبيق طقس العرب على الأجهزة الذكية لمعرفة كل ما هو جديد. كان معكم أسامة الطريفي من طقس العرب، بأمان الله.